et on communique avec les populations, avec les élus. Je parlais là, le film de WhatsApp. Je tiens aussi à, à remercier tous nos partenaires. شكرا. مساء النور. اولا هذه ندوه صحفيه اللي عندنا التزام في اطار الجدول ديال الانشطه ديالنا باش ننظموها مباشره، ماشي مباشره ولكن في شهر دجنبير، اللي باش يمكن لنا نشروا التقرير ديال القافله ديال 2017 اللي سميناها شامه ياقوت، واللي دارت في اقليمي شفشاون وتطوان. بطبيعه الحال كعاده ديالنا دائما مورا القافله كنحاولوا ننظموا ندوه صحفيه باش ننشروا هذا التقرير هذا، ونوضعوا الصحافه في الصوره ديال اشنو هو نوع المشاكل والعراقيل اللي كتعيشها النساء في عين المكان، اي عين المكان المنطقه اللي مشينا لها زرناها كقافله واشتغلنا فيها. هذا العام كانت الشمال اقليم عيش فشاون وتطوان تحت طلب ديال بعض الجمعيات اللي كانوا في اقليم شفشاون. وملي درنا المرحله ديال الروبيراج ديال الجوله الاستكشافيه لاحظنا بان بعض دواوير تطوان ايضا محتاجه، لان تلاقينا مع ناس تقريبا في الطريق اللي كيقولوا لنا راه ماشي غير الشاون اللي محتاجه، راه تطوان ايضا محتاجه. مع العلم انا كنت عارفه بان تطوان محتاجه، ولكن المشكل اللي كان عندي هو تطوان شويه باينه من ناحيه التنميه شويه، ولكن ملي دخلت لداخل لا علاقه له بالماكياج اللي كاين برا نهائيا. قلت ثلاث جوج ديال الانواع ديال القوافل ما كيلقاوش مشاكل، شبابيه للترفيه، طبيه انك كتجمع الدواء من لي لابو كتمشي تفرقوا في الدواور، الشيء اللي ما كتقدش عليه وزاره الصحه. ونزيدك حاجه اخرى، ملي كتبغي تفرق الكفاف المساعدات ديال الدقيق وهذه وكذا ما كتلقاش مشكل، يكفي انك تاخذ ترخيص من العمل ويعطيوه لك بسهوله، ما كيلقاوش حتى مشكل. ولكن الاجتماعيه، لان قائمه اولا على التوعيه وعلى البحث والرصد، الرصد كيتخاف منه، والتقارير والافلام الوثائقيه يعني الصوت والصوره ديال انه تيقولوا لك بعض المرات، حيت غادي يقولوا لك بعض المرات حنا تقال لنا تاعينا بانه انتم الجمعيات النسائيه اللي كتقولوا لنا ما بغيناش الزواج القصيرات، القصيرات كلهم في الدواور باغيين يتزوجوا، حنا جبنا لهم بالصوت والصوره قصيرات ما بغاوش يتزوجوا، كيقول لك وك وك عباد الله بغينا نقراو، وعباد الله عتقونا وقفوا معانا بغينا نقراو. وديال عيالات اللي تيقول لك لو انني كان عندي الفلوس باش نقري ولادي وباش نكون ما نسمحش لبنتي تخرج من المدرسه. يعني هذا الرصد هذا كيتخاف منه، هاد التقارير كيتخافوا منه، هاد الشهادات كيتخافوا منه، لان تفند للادعاءات الرسميه. Et choisir aussi les régions dans lesquelles les femmes sont les partenaires de la caravane.